السلام عليكم يا أحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله هنعمل النهاردة وصفة حلوة جدا جدا بجد يا جماعة، هتبنيك إن شاء الله على المكياج. بشرة صافية وبيضة خالية من البقع، ما فيهاش بقع، ما فيهاش أي تصبغات. بإذن الله الوصفة سهلة ومكوناتها عندنا في البيت، يعني مش هنكلف أي شيء غير الطبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول منتج النهاردة معانا للبشرة هنقول البيكنج باودر. ما عندكيش بأي أي نوع بيكنج باودر، أي نوع ما عندكيش بيكنج باودر ممكن تستخدمي البيكربونات اللي هي الكربونات. هنتكلم عن الوصفة وهنقول إيه الوصفة دي يا جماعة. بتعتبر غسول لترطيب البشرة، تفتيح وتقشير وتبييض وإزالة الميك اب وتوحيد لون البشرة وتفتيحها، يعني ليها فوائد بصراحة جميلة جدا، وإزالة طبقة الجلد الميت والتنظيف العميق لخلايا البشرة. يلا بينا نبدأ الوصفة، وبرضو هنتكلم إزاي نستخدمها. هتقطعي البيكنج باودر كده وهتاخدي حوالي نص الكيس كفايه، تمام كده، لانها لبشرتنا بالشكل ده نص الكيس، تمام كده يا حبايبي. وبعد كده اي نوع لبن عندك هتاخدي حوالي معلقتين لبن، لغايه لما يبقى اللبن بالنسبة لك يكون لك حاجة هنشوفها دلوقتي. طبعا اللبن لما تحطيه على الكربوناتو بيفور، تمام كده، بصوا بيفور ازاي، هوريه لكم ان شاء الله من قريب. حاجة تحفة، أحلى حاجة ممكن تستخدميها للبشرة. بصي فارت ازاي، الله، بس مش محتاجة لبن أكتر من كده. بصوا شايفين بقت عاملة ازاي، فارت جدا جدا، وده اللي أنا عاوزاه. خليكي معايا، الخطوات مهمة جدا جدا علشان الوصفة دي بجد تحفة ومحتاجة تتعمل بعناية. شايفين المنظر ده، فار وخلالي مادة كده زي الكريم الناعم جدا، تمام كده اهو الشكل ده. بس كده، ده اللي انا عاوزه، دوبته جامد جدا لغاية اما فار خالص كده اهو بالشكل ده، تمام كده. بعمل ايه بقى وازاي نعمل الوصفة بتاعتنا؟ طبعا اللبن بيرطب، بصوا قاعد لسه بيفور، لسه بيندمج مع اللبن بيندمج مع البيكنج باودر او الكربوناتو اللي متوفر عندك. حطي اللبن بيرطب البشرة وبيحافظ على اهو كده. اللبن يا جماعة بيرطب البشرة وبيحافظ على الرطوبة اللي بتتكون جوه البشرة، فطبعا كان مهم جدا ان احنا نجيفه في الغسول بتاعنا. هعمل ايه؟ هبتدي اخد كده واوزعه على البشرة اهو بالشكل ده اهو، على وشي كله ومنطقة تحت الفم، لأن بيقضي على التصبغات
او اللون اللي في ناس عند منطقة الشنب كده بالدقن عندها سواد او خضار بالنسبة للشنب. ف بالطريقة ديت وانت بتعملي البشرة وشك كله خلي بالك ما يكونش فيه اي مكياج، تكوني منظفة بشرتك جامد جدا من المكياج، هتشيلي اي سواد حوالين الفم، هتشيل اي خضار في الشارب او الشنب، في ناس كتير بيبقى عندها خضار، بتعملي كده في حركات دائرية في البشرة. وهعمل هنا كمان، هعمل بشرتي وهعمل ايدي، بصراحة تحفة، مش هتخلي لك كمان اي اسمرار هنا حوالين، اقلع بس الخاتم، اي اسمرار حوالين هو بالشكل ده. انا طبعا عملت وشي والباقي بقى اعمل بيه ايديا برضو. متنسيش ايديكي، ايديكي لازم تكون بيضة وجميلة، العقل دي بتاعت الصوابع كده برضو تفركيها كده اهو، تدعكي جامد جامد، تمام كده. ما تسيبوش الوصفة بتاعتنا كتير على البشرة، يعني حوالي 10 دقايق بالكتير وتغسلي وشك كويس جدا. بالنسبة للبشرة الحساسة، الوصفة دي قوية، يعني انا عارفة ان بشرتي مش حساسة عشان كده بعملها. طب ما تنفعش للبشرة الحساسة؟ هقول لكم الوصفة قوية لانها بتدخل جوه المسام بتاعت البشرة، بتشيل كل الاوساخ وبقايا الميك اب، وبتجدد خلايا البشرة، بتشيل الجلد الميت، وبتشيل طبقة النمش والكلف والاسمرار اللي حوالين الشفايف، بتفتح وبتشيل. فلو كنت بشرتك حساسة ما تستخدميهاش، يعني اي اسمرار او اي حاجة بتفتحه وبتشيل. الوصفة دي تعملوها قد ايه؟ تعملوها مرتين بس في الاسبوع، كفاية جدا، هتفتح بشرتكو وهتروقها كده وتخليها بشرة صافية جدا. ما تخليهوش كتير على البشرة زي ما قلنا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وان شاء الله تكون الوصفة بتاعت النهاردة عجبتكم، ومع السلامة يا حبيبي. وانت بتعملي البشرة وشك كله خلي بالك ما يكونش فيه اي مكياج، تكوني منظفة بشرتك جامد جدا من المكياج، هتشيلي اي سواد حوالين الفم، هتشيل اي خضار في الشارب او الشنب، في ناس كتير بيبقى عندها خضار، بتعملي كده في حركات دائرية في البشرة. وهعمل هنا كمان، هعمل بشرتي وهعمل ايدي، بصراحة تحفة، مش هتخلي لك كمان اي اسمرار هنا حوالين، اقلع بس الخاتم، اي اسمرار حوالين هو بالشكل ده. انا طبعا عملت وشي والباقي بقى اعمل بيه ايديا برضو. متنسيش ايديكي، ايديكي لازم تكون بيضة وجميلة، العقل دي بتاعت الصوابع كده برضو تفركيها كده اهو، تدعكي جامد جامد، تمام كده. ما تسيبوش الوصفة بتاعتنا كتير على البشرة، يعني حوالي 10 دقايق بالكتير وتغسلي وشك كويس جدا. بالنسبة للبشرة الحساسة، الوصفة دي قوية، يعني انا عارفة ان بشرتي مش حساسة عشان كده بعملها. طب ما تنفعش للبشرة الحساسة؟ هقول لكم الوصفة قوية لانها بتدخل جوه المسام بتاعت البشرة، بتشيل كل الاوساخ وبقايا الميك اب، وبتجدد خلايا البشرة، بتشيل الجلد الميت، وبتشيل طبقة النمش والكلف والاسمرار اللي حوالين الشفايف.
بتفتح وبتشيل.